السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بكلم مع صديق سعودي كان ساعتها بيخلص الدكتوراه في استراليا، فبنتكلم وبنهزر يعني، فمن ضمن الهزار فبقول له بقى انت هتحاول بقى تقعد في استراليا وما ترجعش وتاخد الجنسية. قال لي ما فهمش يعني، حاسس ان انا بتكلم في وادي وهو بيتكلم في وادي، ليه اخد الجنسية؟ ما انا عندي جنسية سعودية. قلت له بس دي، قال انا كده كده راجع السعوديه هلاقي وضعي وهلاقي مكان ليا في الجامعه وهلاقي عايز افتح شركه هيبقى موجوده، عايز اعمل شقه بيبقى فيه فلوس بيديها له يقدر يبني بيها الشقه اللي هو عايزها او الفيلا اللي هو عايزها، وكل شويه يبقى فيه عيد يقول لك احنا هنلغي الديون. يعني الحمد لله الامور ماشيه مستقره والامور كويسه، فليه يفكر ان هو ما يرجعش بلده؟ ما نرجع في بلدي واقعد وسط اسرتي والحاجات دي كلها. تمام، يعني انت لو انت مش عايز حد يهرب من البلد، وفر له الامكانيات، وفر له اللي تقدر عليه. عارف لو وفرت له 1% من اللي موجود بره، بس هو حس ان ده قدراتك وان انت مش بتهدر الموارد على تفاهات، سدان هيبقى مبسوط. يعني لما يحس ان هو ايه قاعد مطمن ومستقر وبياخد وضعه واحده واحده، في امل ان بكره يتحسن. ما فيش حد بيهبر هبره كبيره ويديله فتافيت هيقول لك والله ده وضع البلد خلاص احنا موافقين على اللي بيحصل بقى. لكن اللي بيحصل بياكد ان في خلل ولازم يتحل، بياكد ان في ان الجيب مخروم، الجيب اللي في المطار مخروم، فانت مصر تحط فيه فلوس وتقع في مشكله. سنة 2016 في لاعب اسمه طارق عبد السلام اختار ان هو يسافر بلد تانية، والناس كثيرة ساعتها هجمته. لكن بعد كده لما محمد الشرباجي بطل سكواش في 2022 راح بريطانيا، ناس كثيرة وقفت معاه والناس قالت لا ده غلطان. لكن في 2023 لما لقينا احمد بغدودة سافر فرنسا، لان الشعب كله بيقول له برافو اوعى ترجع، انا بصيت على الكومنتات لقيت ان الوعي اتغير. ما بقولش اتغير للصح ولا اتغير للغلط، بنكر واقع لقينا ان الاتجاهات للناس اتغيرت. ليه؟ لان في خلل في البنيان، في الطريقه الاجتماعيه اللي موجوده. حاسس ان الناس اللي هي بتخترع علم ما حدش بيكرمها، اللي بتعمل بطولات ما حدش بيكرمها، لكن اللي بيعمل تفاهات واللي بيسرق واللي بيزور هو ده اللي بيلقى عليه الضوء، هو ده اللي بياخد التكريم كله وهكذا. فالموضوع فيه لو انت عايز تمنع التسلل او تمنع ان الهروب او تمنع الحاجات دي، مفيش حاجه اسمها تاخد جواز السفر والحاجات دي. هو يقدر يتصرف، هو يقدر، لا فيها ان انت تديله اللي يعيشه كويس، تديله الامكانيات اللي كويسه، يحس ان الفرق بينه بين ان هو يسافر بره ويقعد في بلده فرق مش كبير، فيقولك لا انا عاوز في بلدي، انا اضحي بشويه الامكانيات ديت. انما لما احس ان كل شويه الاقتصاد مش مظبوط، الحاجات عماله تغلى، الامكانيات، كان في صديق ليا الله يرحمه سوري، كان كنت بتكلم معاه بقول له ايه حل البلد، فقال لي البلد بتسوق والمشكله مش في الاقتصاد، المشكله ان اي شخص عادي انا او انت او اي شخص بيدعي العفه وبيدعي ان هو عمره بياخد رشوه، انت تقدر تقاوم الرشوه لحد معين. يعني تقدر تقاوم الرشوه بدل ما بشتري مثلا حاجه اشتري نص حاجه، انما لما تيجي ان انت مش قادر تشتري حاجه لاولادك، اولادك عيانين مش عارف توديهم للدكتور، لا هتركن المثاليه على جنب وهتتعامل بالواقع. الشخص اللي فضل ان هو يكمل في بلده ايا كان البلد اللي هو احنا بنتكلم عليها رغم الظروف الصعبه، ليه كل التحيه والاحترام والتقدير وربنا يجزيه كل خير. لكن اللي هرب املا في مستقبل احسن ده ما نقدرش نهاجمه، احنا نقول له يعني ربنا يوفقك وربنا يسارك خير، ونلوم على اللي هو المسكين النوادي ومسكين البلد وبيسيئوا ليها. يعني لما تلاقي هجرة الاف او عشرات الالاف من الدكاترة
لاوروبا لان حصل عن هناك نقص في الطاقم الطبي، فطالبين الدكاتره وهيديله احترام وهيديله مرتب افضل وهيديله كل الحاجات ديت. فلو فضل ان هو يكمل في بلدنا ليه كل الاحترام والتقدير، لكن لو قال لك لا انا ما عندي التزامات وعليا ديون وعليا وعليا ومش قادر اعيش وما فيش حاجه اسمها 300 400 جنيه والحاجات ديت، وفضل ان هو يروح، فما اقدرش هاجمه. يعني عشان احترم نفسي ما اقدرش هاجمه، انا هاجم اللي بيحصل في البلد واحاول ان انا اصلحه، مش بهاجمه على اساس ان انا ادمره، لا بحاول ان انا اصلحه. اي حاجه بتحصل خير للبلد دي ده خير للشعب وخير لنا كلنا، اي حاجه بتحصل سيئه للبلد لازم نحزن لها. فكلنا اتمنى ان احنا نقدر نصلح من بلدنا، ان احنا نخلي الفجوه بيننا وبين الدول الاوروبيه تقل قدر الامكان، الناس تحس انها بتقل. عارف لو بتقل 1 سنتي كل يوم احنا موافقين 1 سنتي. كان دكتور عبد الرحمن المسيري كان بيوصل ناس والطريق واقف، هو بيتحرك بالعربيه سنه، فالعربيه اللي قدام اتحركت شويه وهو لسه ما اتحركش، فاللي ورا تي 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 فكل شويه، فنزل بيقولوا فيه، قال له الطريق واقف، قال له انا عايز احس بس ان انا اتحرك، انا عايزين نحس ان في امل لبكره، ان النهارده احسن من امبارح، وان بكره هيبقى احسن من النهارده، حتى لو مش معجزه بس تبقى حاجه 1%. انما احنا بنشوف حاجات بتسوء، فاحنا نفسنا لا ان يبقى في تقدم. بنلاقي الدول اللي في الخليج يعني بتتقدم خطوه خطوه خطوه، حتى لو اللي وصلت له مش اللي هو الحلم الحاجه الواو السوبر واو، لكن النهارده بيبقى فيه ديمقراطيه عن امبارح، وبكره في تقدم، وبنلاقي فيه مثلا استثمارات، وبنلاقي فيه وعي، وبنلاقي فيه تقدم كل يوم عن اللي كل دول الخليج، الامارات، قطر، السعوديه، عمان، كل الدول بيحصل فيها تقدم. نلاقي بلدنا كانت كويسه جدا وبدات كل شويه اخبار تبقى اسوأ من اللي قبليها، اسوأ من اللي قبليها، اسوأ من اللي قبليها. نفسنا تبقى احسن، نفسنا نلاقي فيه حاجات بتعمل افضل. نتمنى هذا، ونتمنى هذا على اساس ما يحصلش هروب المهندسين، هروب الدكاتره، هروب المحاسبين، هروب المشايخ، هروب العلماء، هروب كل دوت.